كما راكم تعرفوا الشعب الجزائري وخاصة المنطقة نتاعنا يعني الصحراء نفرحوا بهذا العيد المبارك اللي فضله ربي اللي هو عيد التسامح، عيد الصلح، عيد يعني باش اللي كان كما يقولوا متخاصم مع انسان جاهد الفرحة نتاع العيد يعني ماهوش عيد حلويات. ولهذا الغرض نشكر الطاقم نتاع هذه القناة اللي جاوا شرفوني اليوم في هذا النهار بغيت باش نقصد باش نوريهم العادات نتاعنا والتقاليد في ولايه بشار ان صح القول. وكما راكم تشوفوا حنايا بيومين قبل نوجدوا نفر نقوا نديروا نيتواياج للدار كما راكم تعرفوا كما نفرحوا بشهر رمضان المعظم اللي يكونوا نوجدوا فيه كل العطريه يعني كما ثاني كيجي فرحه العيد ان شاء الله نوجدوا الحلويات كما راكم تشوفوا بعد ما فرشنا الصاله وفرشنا كاع الاجواء عارمه راكم تشوفوا اول حاجه نبداو بها هي يعني هذه خاصه حنا عندنا بعداك في الدار نتكلم على وهلا يخطي علينا الوالده ولفتنا يعني باش كما راكم تشوفوا هنا هذا الحليب باش كنا نفطروا يعني وقت المغرب نصبحوا صباحيه العيد نتعرضوا به للشعب اللي يجي من الجامع نتعرضوا له بالحليب والتمر كما راكم تشوفوا عاده ولا وخاصه ان الحليب والتمر يعني وصيه النبي عليه الصلاه والسلام كما راكم تشوفوا ها هو نحطوا لهم الحليب والتمر يشربوا ومن بعد عارفين الانسان يكون موالف الصيام ومن بعد شويه منين واحد الساعة ولا هيا الأجواء كما راكم تشوفوا صينية لاتاي أول حاجة البخور ها هو اللي معروف حنا عند المنطقة ها هو البخور السواك يعني كل حنا الصحراء نتاعنا كاع اللي العادات والتقاليد نديروهم الصينية نتاع لاتاي كما راكم تشوفوا ها هي بالنعناع نتاعها دائما حاضرة معنا في السهرات الرمضانية في الصبحية نتاعنا واش نحطوا؟ نحطوا لاتاي ونحطوا الحليب والتمر ونحطوا المسمن اللي هو عادة المنطقة نتاعنا نتاع الجنوب الغربي وخصو بالذكر ولاية بشار. نبداو به الصبحية يعني المسمن دائما خصه يكون حاضر ولا كما راكم تشوفوا ها هو يعني راه مخدوم ما شاء الله كما راكم تشوفوا هنا الطاويله نتاعنا راها ما شاء الله تزهي وتلهي بكل ما هو تقليدي وعصري انا خصوصا انا نركز على التقليدي لانه علاش دوك مهما الطبخه تطور ولا الحلويات تطور التقليديه ولكن يبقى العصريه عفوا ولكن يبقى الحلويات التقليديه دائما في المستوى كما نتكلموا على المقروط والقريوش دائما سلطان المائده الجزائريه يعني تحط واش تحط بصح لو كان ما تحطش القريوش والمقروط يعني كل اللي ما درت والو على بها انا فضلت نركز على الحلويات التقليديه دخلت عليه فقط واحد لمسه عصريه اللي هو كما كنتوا تشوفوا هذا نوع من الحلويات وهذه نتاع الشوكولا وكل واحد يعني ياكل واش بغى في خاطره وحنا المهم ما نخرجوش على العادات والتقاليد ونفرحوا بالضياف اللي يجوا ونقدموا لهم واكرام الضيف وكما قلت لك وكما قلت لك هنايا كما هذه طمينه ثاني نخدموها حنا هنايا في الدار مولفتنا الوالده يعني بما ان نخرجوا من شهر رمضان كل انسان شويه فقد شويه نتاع التوازن فيها يعني نوع من المكسرات باش تعطي واحد يعني واحد الانرجي كما نقولوا تجي تاكلها زعما تحس بشويه الراحة ونعدك ونعطوا نقدموها للضياف وكما كنت تشوفوا الغريبية دائما يعني كانت في القدم ولازالت اليومين هذا الصابلي اللي هو دخلت عليه فقط لمسة جديدة شوية كوكاو كل ما هو هنا يراه تقليدي تشارك العريان ونتمنى إن شاء الله هذه الحلويات هنايا ثاني نحطهم للدراري المقروط كما راكم تشوفوا دائما يعني يبقى قلت لك سلطان المائده الجزائريه يعني ما كاش دار ما تخلوش من المقروط وحلوه الطابع اللي هي ثاني معروفه منذ القدم ليومنا هذا يعني كل ما هو تقليدي ها هو تشارك العريان يعني هذه البقلاوه ها هي ونتمنى ان شاء الله هذا العيد يكون ان شاء الله عيد التسامح عيد المغفره وعيد وان شاء الله المريض ربي يشافيه والغريب الله يرد له وطنه وان شاء الله كل عام وانتم بخير.